تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من خطة المرور الميدانية على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد. هذا وتفقدت نائب وزير الصحة والسكان عبل الألفي وحدة صحة شرق النيل بمحافظة بني سويف، وأجرت مناقشات مع المترددين على الوحدة، وذلك للوقوف على مستوى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم والوقت المستغرق للحصول عليها. كما استمعت لعدد من السيدات المترددات على الوحدة للحصول على خدمات الأطفال والصحة الإنجابية، وأوصت بتوفير أماكن ملائمة لانتظار المترددين على الوحدة.